أثناء وجود خدمة أمنية على أحد البنوك بنطاق قسم ثاني أسيوط، فوجئوا بتشبث طفل بسور شرفة شقة بالطابق الثالث على البنك. على الفور تعاون أفراد الخدمة معا ونجحوا في الإمساك بالطفل دون حدوث أي إصابات به. بينما أصيب أمين شرطة بكدمات بوجهه، نقل على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج. وقد أثنى أهل الطفل على جهود رجال الشرطة في إنقاذ طفلهم. رجال الأمن الصراحة قاموا بواجبهم وتكافؤوا مع بعض علشان خاطر يحموه، والحمد لله هو نجي بالسلامة، واحنا بنشكر رجال الأمن.